رمضان يا شهر الصيام أتيتني. السلام عليكم البنات، اليوم جيتكم بواحد الصوبة ديال الحوت والخضار. شنو كنحتاجو فيها؟ شوية ديال الخضرة، القرعة الحمراء كونجلي أنا عندي، بكم أنا دائما كنقطعها وكنحتفظ بها، شوية ديال الكروفيت، واحد الشريحة ديال الميرلون، شوية ديال الكرافس، واحد جوج بويرويات، واحد ثلاثة ديال القريعات خضر. هادشي اللي غادي ندير فيها اليوم، وكنور ديال السمك غندير فيه غير نسيس صافي، شوية الملاحة وشوية ديال الابزار، شوية الملاحة وشوية ديال الابزار، هادو هما التوابل اللي غادي ندير فيها. يلا حبيباتي، كنغلي الماء وكندير الطنجرة ديالي. انا جيت من الخدمه البنات وغادي نبدا نطيب وندير الصباح الفطور. ندير واحد القطيره ديال الزيت البلديه وكندير فيها البويره، غادي تشحر غادي تشحر وغادي ندير فيها شويه ديال المليحه، اي شويه البنات، ها اي شويه صافي. غادي نحك عليه شويه ديال البزار، اي شويه ما تجيش حاره، وغادي نرمي هاد الميرلون صافي، خليه يتشحر مزيان ونزيد له القرعه والقرعه الحمراء، كلشي يتشحر مرة دقة واحدة. هذا غادي نخليه حتى من بعد، حتى كنرمي كروفيت عاد نرمي الكرافس. شحال كندير فيها ديال الكنور؟ غير هاد الشويه بركة، حيت ما درتش فيها التوابل الا الابزار والملحه. غادي نخليها تعرق مزيان، الملحه والابزار والكنور ونحي ديك الحويطه الفيلي ديال الماء صافي. هذا القياس ديال ثلاثة الناس جوج الناس. عندي المطايب، غادي ندير فيها المطايب مباشرة، غير تسخن شوية نكب فيها المطايب ونخليها تطيب. تتقرب الطيب كنرمي فيها كنضيف فيها الكرافس والكروفيت وصافي، وها الصوبة ديالنا واجدة. يلا حبيباتي كيف طيف الصبة ونوريها لكم. ودابا البنات انا يلا طحنت الصبة ديالي، هانتوما لا تكستور كي دايره مجاريه ما قاصحه. دابا غادي نرمي فيها شويه ديال الكرافس، حيت رميت فيها النص الكبير، دابا غادي نخليها باش ينسمها صافي وتجي ويجي فيها باين. وغادي نرمي الكروفيت صافي، نخليها البنات تغلي 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 تغلي، الكروفيت غير كيطيب، غادي يشم العافيه، غادي سخونيه غادي يطيب صافي، غادي نحطها ها هي واجده، كتكون بهذا التكستور هكذا. شفتوها كي دايره الديكور ديالها؟ من بعد كنحط الطبيله ديالي، غنصور لكم الطبيله ديالي ديال اول فطور في شهر رمضان. يلا حبيباتي، وانا انتهيت حبيباتي، وهذا هو فطوري اليوم بعد ما جيت كانت جاره من الخدمه، ما خرجت حتى للخمسة وما وصلت هنا حتى للستة، ودركني الوقت ودرت الصويبار وريتها لكم. وهذه هي المائدة ديالي، بريري داتها ما كيخطانيش من السوس ملقم بالنعناع، وواحد المخمرات وصنع يدي ومسمن مع شوية املو وكوفيتير ديال عرق السوس وكيسو ناتورال. الفروتة ضروري غادي نحتاجها ناكلها،
هاد الشهيوات اللي وريتكم، هادو بريوات عطاتهم لاختي الله يخليها لي، ودوقتني من الزماميته الله يخليها لي. صافي من التمر عمرته شويه باللوز وشويه بالقرقاع والمالح ديالي، بسطيل هاد الحوت وجوج بريوات نتاع الدجاج حلوين، والصوبه ديالي مع الكرموس. انا كنصبق بالماء البنات والتميرات، من بعد عاد كنشرب الصوبه شويه الكرموس، وعاد كناكل كل حاجه كنقد منها. وعلي هذا والى هذا نكونوا انهينا الفيديو ديالنا نتاع اليوم. يلا حبيباتي مع السلامه، خليتكم على خير وبخير. انا اليوم فطره بوحديتي معنا سيدي ربي. يلا حبيباتي مع السلامه، السلام عليكم، باي باي. هادي بعدا شو تقول؟ راه كتاكل بزاف. استناو استناو استناو، انا راه كناكل هادي اللي قسم على الله، ماشي هادي ناكل بالضروره، خصني ناكل كلشي. ولكن كيتشهى بنادم قبل الفطور، كيتشهى وكيبغي ينقبو شويه منا شويه منا، ولكن ما غاديش نطيب لا عشاء ولا والو. هذا فطوري وهذا عشاي وهذا سحوري، نقول لكم الصراحه ما كاينش عاد ندير العشاء ولا عاد ندير السحور ولا لا والو، باركت عليا. يلا حبيباتي مع السلامه، وصيامكم مقبول ورمضان كريم حبيبتي كاملين، باي باي مع السلامة. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني.